نعم، بالنسبة للتطورات العسكرية، هناك محاولات لنظام الأسد التقدم على جبهة حي جوبر الدمشقي. قام الثوار بالتصدي لتلك المحاولات، أكثر من محاولة حقيقة على تلك الجبهة. اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين قوات النظام والثوار في تلك المنطقة. أيضا نظام الأسد يحاول بين الحين والآخر التقدم داخل إدارة المركبات، ولكن الثوار يردون هذه العمليات التي يقوم بها النظام، عمليات تسلل وعمليات محاولة تقدم. حصل تفجير أنفاق وعطب عربة BMP منذ يومين في إدارة المركبات العسكرية. هناك بعض الاشتباكات الخفيفة نسمعها أحيانا بوضوح في الليل أو مع ساعات الفجر الأولى. هذا بالنسبة للوضع العسكري. أما بالنسبة للوضع الميداني، نظام الأسد يستهدف مدن وبلدات الغوطة الشرقية يوميا بالمدفعية الثقيلة في أوقات المدارس، أو أوقات يكون هناك تكون الناس في الأسواق. تسقط القذائف المدفعية على الناس الآمنين هنا في الغوطة الشرقية. استهدف بالأمس مدينة دوما بالمدفعية الثقيلة، أدى الاستهداف لوقوع عدد من الجرحى، كما استهدف منطقة المرج النشابية والزريقية بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة، كما استهدف أيضا حرستا وعين ترما وعربين. الجدير بالذكر أن نظام الأسد يستخدم تقنية جديدة في الهجوم على المدنيين في الغوطة الشرقية، حيث يستخدم الطائرات المسيرة بدون طيار والتي تلقي قنابل شديدة الانفجار. تم استخدام هذه التقنية بالأمس على أطراف زملكة وعين ترما. هذا أيضا بالنسبة للوضع الميداني. أما بالنسبة للوضع الإنساني، لا يزال الحصار يفرض نفسه هنا في الغوطة الشرقية، وهو اللاعب الأبرز في الغوطة الشرقية، الموت جوعا والموت نتيجة سوء التغذية، والموت نتيجة الافتقاد للأدوية والمعدات الطبية. أصبح العنوان الأبرز في الغوطة الشرقية المحاصرة. نعم.